السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الأحد تاريخ 17/10/2021، الحين الساعة 6. شوفوا ما شاء الله مطر، وإن لم يصبهم وابل فطل. سبحان الله، هذه فوائد الضباب. طبعا هذا ألمنيوم، رطوبة، يجذب الرطوبة أكثر، فسبحان الله يصب يعني مثل مطر، مع أن يعني الضباب يعني ليس كثيفا لهذه الدرجة. يعني هذه يفيد الأشجار، بدل المطر يفيد الأشجار والنباتات، خاصة نباتات صحراوية يعني مثل الرمث والرمرام وغيره من النباتات. يعني هذا هو الماء. شوف الصوت، يعني صب غزارة. هنا نفس الشيء، يعني اسمع الصوت. سبحان الله كالمطر محفر المنطقة، مع انه المنطقة يابسة هنا كامل، يعني ما في شيء يدل على انه وجود ماء. هذه المنطقة يابسة كامل، لكن سبحان الله الألمنيوم يحصل تكثف. هذا هو الجو، الضباب. يعني السبب في عدم تكون الضباب عدم حجب الرؤية، يرجع إلى أنه يعني في هواء، في نسيم من الهواء. عندما في نسيم من الهواء يعني الضباب لا يستقر، يعني الهواء يشل الضباب. وشكرا.